بعد عام كامل على تطويقها منذ أغسطس العام الماضي من قبل قوات النظام السوري، تخلي تركيا اليوم أكبر نقطة مراقبة لها في بلدة موريك في ريف حما الشمالي المحاذية لجنوب إدلب. انسحاب لم تعلق عليه تركيا، وأكدت وسائل إعلام روسية أن أنقرة أبلغت موسكو نيتها التوجه إلى جبل الزاوية جنوب إدلب، حيث تتمركز أيضاً قوات تركية. وتستعد القوات التركية لإخلاء نقاط أخرى على أن تتمركز في مواقع جديدة بحسب ما أكده المرصد السوري. وبموجب اتفاق سوتشي الذي أبرمته مع روسيا، تنشر تركيا 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب ومحيطها. طوقت قوات النظام السوري عدداً منها خلال هجومين شنتهما ضد الفصائل المتطرفة والمقاتلة في المنطقة. في ظل الاتفاقيات غير المستقرة بين روسيا وتركيا، فقدت هذه النقاط وظيفتها التي دخلت بموجبها للمنطقة، وهي المراقبة ومنع الاحتكاك بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري ضمن منطقة خفض التوتر. ولم تتمكن هذه النقاط من دعم عودة الهدوء إلى المنطقة، ما حرم السكان من العودة إلى منازلهم. فهل سنشهد مزيداً من عمليات الانسحاب وإعادة التموضع في الأسابيع المقبلة؟